ثانيه هنا تدخل ونزيل بن حاج واخد انذار يدخل بقوه مع احمد حسن في هذه اللقطه. لعبه خطره جدا. حكم اللقاء التابع في هذه اللقطه يعني شفت نزيل بن حاج لسه واخد انذار كان في الدقيقه الثانيه في المباراه. شفنا اعتداء على احمد المحمدي خارج الملعب وادي امامنا اللعبه الخطره امامنا وحكم اللقاء يعني يضعها في يعني مصاف الالعاب العاديه. ما فيهاش تهور ما فيهاش اندفاع ولكن هي ركله حره لصالح المنتخب المصري. فود ركله حره غير مباشره لصالح المنتخب المصري. ايدي ماي حكم سيشن دي لقاء صعب جدا هذا اللي هذا اللقاء لقاء صعب. هذه المخالفات 9 مقابل 8 لكن التعادل السلبي ما زال قائم. شوط اول حتى الان يؤكد صراع كبير في هذه المباراه. الكره تعود لصالح المنتخب المصري لكن تطلع الى رمي التماس. احمد فتحي الجانب الايسر دايما يعمل دعم مع سيد معوض اللي بيلعب طبعا في الجانب الايسر متفوق سيد معوض عبر زكي وبجرة والكره على طول تطلع الى خارج الملعب الى ركله مرمى. عمرو زكي كان عايز ركله ركنيه لكن بجرة الحقيقه ما حطش قدمه وتطلع الكره الى خارج الملعب. ادي احمد حسن ما زال بيتالم من كره اللاعب نزير بالحاج الاخيره اللي كان فيها طبعا خشونه وفيها عنف واضح من جانب لاعبي المنتخب الجزائري. تابعوا احيانا سياسه الارهاب والترهيب في اللعب يعني التخويف ولكن طبعا لاعبي المنتخب المصري على قدر المسؤوليه ان شاء الله. خطا لصالح منتخب الجزائر في وسط الملعب. ادي امامنا حكم اللقاء ايدي ماي وليد عام 67 حكم لقاء اليوم دولي منذ عام 2001 كان أدار لقاء كينيا نيجيريا الأخير اللي تأهلت منه نيجيريا إلى النهائيات كأس العالم. أدي الكرات العالية خطرة جدا. شوف حضراتكم عبد الظاهر في منتهى أهداف المباراة للمنتخب الجزائري في هذه اللقطة. أول هدف خطرة جدا عبد الظاهر السابق وأدي أمامنا اللاعب اللي دايما بيكمل في هذا المكان اللاعب عنتر يحيى هو بيسجل أول أهداف المباراة. بيسجل عنتر يحيى هدف في هذه اللقطة أمامنا نتابعها مرة ثانية. كورة كانت لعبة الحقيقة من جانب المنتخب الجزائري الكرات اللي حذرنا منها وبيسجل منتخب الجزائر في الدقيقة 41 أول أهداف المباراة وادي أمامنا الفرحة الجزائرية في هذه اللحظة. هدف جزائري عن طريق اللاعب عنتر يحيى. هذا التقدم الجزائري عن طريق اللاعب عنتر يحيى في الدقيقة 41. شوف حضراتكم هنا حضر ازاي اللاعب اللي طبعا عبد القادر غزال متقدم عنتر يحيى عمل عمق سجل 5 أهداف دولية بهذا الهدف.